الحد دون جيش وسلاح وإنسان وبنات تملك من القلوب الحدايد اللي تعد الموت للفخر عنوان وتعلقها على الصدر مثل القلايد. في وقفتهن عزة وفخر، وفي نظراتهن تحد وشموخ. نعم، إنهن بنات هذا الوطن اللواتي تسارعن لخدمته بمجرد الإعلان عن قبول النساء في الخدمة العسكرية. أول ما جاتني الرسالة نبارك لك شرف الانضمام إلى القوات البحرية الملكية السعودية، يعني ما أقدر أوصف لك شعوري وقتها إيش كان. لكل منهن قصة ولاء لهذه الأرض، كما لجندي أول ربى الغامدي قصة حلم كانت بعيدة ومستحيلة وأصبحت واقعاً ترتديه بفخر. الأرض مو شايلتني، الأرض مو شايلتني فعلياً، اللي أنا مستعدة أسوي أي شيء بس عشان يقبلوني وأدخل القطاع العسكري وألبس البدلة. أي شيء أنا مستعدة أسوي، لدرجة أني وقعت تنازل عن شهادة البكالوريوس وقدمت بالثانوي لأن تخصصي ما كان مطلوب. أنا طفولتي كلها كانت في المدينة العسكرية في تبوك، خوالي كلهم ضباط، عمامي أغلبهم ضباط، يعني إحنا عائلة كذا فيها التزام وانضباط. كان هذا الشيء مرة كذا اللي يعني يحمسني إن أنا أبي أصير زيهم يوم من الأيام، بس كان حلم مستحيل. فأول ما يعني جان الخبر، يعني كنت أضرب مشوار من الشرقية للرياض بس إنه ما يتم القبول، مرة على مرة لين الحمد لله. يعني للعسكرية مهارات مهمة وشدة مطلوبة، أثبتن مراراً وتكراراً أنهن لها، يكتسبن الخبرات والمعلومات الكافية التي سخرتها لهن وزارة الدفاع في مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة في الرياض. مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة يقوم بعقد دورات تدريبية للمعينات في وزارة الدفاع بكفاءة عالية ومهنية في المجالات التي تحتاجها الوزارة. نقدم دورة فرد أساسي مدتها 3 أشهر، فيها مواد عملية ومواد نظرية، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية للمشاة والأسلحة، بالإضافة أيضا إلى دورات تخصصية. هي 3 دورات حاليا نقدمها، منها دورة الشرطة العسكرية ودورة الإدارة والدورة المتقدمة. قرابة 2 على دخول المرأة في مختلف القطاعات العسكرية لتعاون وتعين في خدمة وطنها، لتكون الأم التي تخرج أجيالاً والجندية التي ترتدي الزي العسكري بكل فخر واعتزاز. شعل السعد، MBC الرياض.